مدحوينها جمهوريه الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي اي مجال ذا بربريه حرونت الجبل كساحل كيقب قلي قال ان جمين تتفعدي سديدات اي كاف لحدا كام عدا علون تبدا اي كلوميسيغا كواس او تريدو اي دميد شني لحدا الارضي او كوكا تقصي علون تبرشدا بدا اي كلوميسيغا وحنا كقب قل كمدشا مدحوينها كو هليني حمنا كميدا قلاها وسيردا ترياشا اي دمدا قاركود مسؤولين حلل كل دوان كهاي حكومة دا مملكة قبل كي يدق مدا مسؤولين تيا معلمين تجمع عدا علون تبضة أرديد قلن شبيسي والدين تود إيا مرتك كل أم مدش اللجوء السومي قدوميها تجمع عدا علون تبضة إبر برا عبد القني محمد خيرة سليمان عبد الله وكوها اللي مجا عبور كتجمع عدا إيا أسماء تجمع وكوها اللي سي مجا أرديد وحكة برتاي تجمع عدا أيا كور هم مراحل كأرديد السومرين إيا تعب كي لجليي مدحوين تردد جودة كما عدل لقى صوب بلابة 2012 وحكى قال إن شبيه صدح بقول يسقال يلا وطن أرضي تضبيه أفرتن أرضي قبل هايين لبا بقول يسديد يسديتن نوح هاي ويلل وحى إلى هاي مهدية إن بقول كي بشر يسديتن أرضي دي هالك كقال إن شبيه سي أي كشقيان دمان هاي أده الدولة ملك استوى هاي الدولة ده وقرن كانوا لي هاي وحي كهول قرن 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 بدأ بدوبي إي يودا مراكيبتا دي بي وول دكدا ما دريبيا إن شاء ما عدا بدا أو أحرم دولة ديت ودولة دو أيام ما مشوا أرضي ذا كسوا بحي ساعة ترى ذا ير أيهين معناه هذو إنه يهاي إن تيل أيهين أنا جو هديا أنه هاي بورد كشام عدا وشيدا ده أقوين إيه أنا هو هل وشيدا أو أه dadku inay fahmaan khayraadka ku jira badda gudoomiyaha komishanka tacliinta sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland professor Saleeban Dirir Abdi marayaha dakadaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Cabdi Cabdullaahi wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Saciid Suli Maxamed ayaa iska dabamaray ardaydan qiimaha ay ugu fadhida qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo kaalinta ay ka ciyaari doonaan khayraadka badda sidii looga faa'iideysan lahaa ee bulshada Soomaaliland ugu tirsanaan lahayd tago in ardayda aad baan soo dhaweynaynaa ardayda waxaan xusuusinaynaa berrigii la iskala yimid in idinkuna marka la eego Berbera ilaa Xirigaab ilaa Lascaanood 9,000 oo arday ayaad ka tihiin 400 marka 400 tiindaas waxa weeye si gooniya baa la idinla tirid kareeyay marka wayna la idin ka waayay investment ka la idin galiyay inaad wadaniin isnacay atihi oo dhulka u dhimanaysa waxaanu ka midnahay institutionada dawladda ee tacabka badan galiyay jaamacadan sababta labadanooda ay soo agstaageen waa mashiinka wareejiya jaamacadda waxaanay ka mid yihiin Somaliland Laboratory وحن آد يقول هذا علنا يا كابتن عبسية يا كابتن سعيد جامد علوم تبدا بربرع آد يا آد بن هو محمد يا وحن سيف عنو كرنا يا إيه موضع شلي هل كي هيد يا ما ده هل كي تهاي نادي يا ذو كلفوجين وحنا كنا تعب كا سوني تاو دبر هذا جاي ما نتود بعاني كوه حن بليين يا وحن لا يا هاي waxaan nasiib u yeelateen oo aniguna aan nasiib u yeeshay sanadka 2023ka sanad dugsiyeedka waxbarashada ee 2023ka in markii ugu horeysay uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland indagala soo qayb galo jaamacadan dawliga ah ee culumta badda ee Berbera inta prosesku soo jirta doonta uu sheegay oo doon dhowrey sodon tana oo maalinkan maanta doon aad looga shaqeeyey oo muddo 3 sanood ah hawsheeda aanu wadnay doontaas ardada takhasuska ah ama navigationka ha noqoto ama matoorada ha noqoto ama kalluun ha noqotee ayaa practicaly ku qaadanaysa go'aanka xukuumiga ah madaxweynuhu nagu hoggaaminaya ma aha buurta gacan libaax in madaafiic lagu garaaco ciidan dibadeed uma imanayna waynimadeenuun taladana
ركن قرينا يا إنا يدل كحكمان بعلم دارين أو مايمن مرة ذي سدات هاي إذا كاني نبت قريه ذي دارين يا بلوس كهابا كودن تي وحنون ودعه حنون بدن مدحوناها الجمهورية الصومالية لأن مدن مسبيح عبدي أيهم بلي أدري أردد كأف لحد كام عدد علون تبضها إبر برا فرحان ويريا شرفيا إلى المانتا كسو قايب قلو مراسبات دا إيا حفلة دا اللوقة وانا أيوه أكاديمية دا بضا كو حديث دي دا كقالي جبريسة آدي أبدارو فرحسانا كسو قايب قلو أردينا إيا والدين تا هوشا سو قري معلمين تا أكاديمية دا مامل كا قوبل كا دمان وزارة تعليم الصارع وزارة تعليم تا دمان توضح أنكو هم بريئين يددار كقرنهم إلهو بيستع كذبين أرددين أو بروا أو إن شاء الله كري دورا أو إنه قار دورا همرا دا أشياء هذي أكاديمية دا يا معلمين تود يوم مرشها فوق أي كسريان إنه نقار دبر الله كرتشري دمان تين تدار كي أسوأ سوى ذيك المحضرية أردنا وأود عيرة وأن رجلنا إن شاء الله إذا نويد المهدي وحبر شذا دركنا ومهدين دتكينا وحيد المتردونتا. مدحونا هالشمورية الصومالي لأن يوم هاد عليه شعب جبر برع الجبل كصاحل. إلى ربع هذا شعب جبر صاحل وذهان وقال هذا بربرة تجمدة هي ما ملكودة ما الحرقة ما يتكودة شعب جودبا مدسد حشوه أرتشوني إن شوي فرحادين شوي سودوين شوي هرمر شوي دقرانشو إن أردت كلاك ولنا هذه أدوار ذلك مهضغين صاحل يدك بدأ بربراء لما شعب كذا وحقرت كذا ما عملوا كذا إن أبدا يهرمركا يأغونتا يدقنا هاشها أقف ديسان تلك أوردان ونقل قيب قشا مدحونا هاتشمورية دا سومالي لان مدن موسبيح عبدي أيهو قتسالي إن وضحضل إيه إسكاشي أي هلك سومالي لان كسو قاردي أو أي كعانا ما شي هاداي تاهي لين عاينو غدقران شراء أو عاربا في دا وقوان سيهلي نقدو إمايو دا قال كسولي نرقل تاهي نقدو إمايو هورو بركي نرقاري إيه المدن كورو قادمي نقدو إمايو عيد كاستو اسكو دايدنا واس كعيرينا واس كدافعينا عيد كاستو قدنتي عيد كاستو خلاف ايو مارتي دباتدا كتيميد اي خرد ودعدي اما فهم درو او كاسو نوقنايسا او او باهان لغا ودا حدانا ديار بينو نبد ان لغو خليو وخلب مر ولبا وايا رغبان او نحي haddii dhibaato dhacdo in aan la sii kordhin halkeeda lagu qabto inta istoogta gala laakiin qofka dhibaatada wada hadii looga taag waayo inta kala fidmayn maaye inta kala isugu tago iska qaban inta kale ayaa qaranka ilaashan doonta madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka hadlay arrimaha qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliland hukoomadan laba sano loo kordhiyay toddoba bilood oo tagay tiisteed baa socota hawsha weyn horta la qaranaha waxa weeye labada sare loo kordhiyay inaanu labada doorashada ku qabanno xisbiyada waqtigoodu u dhacay xisbiga ka urur kala sameeyso diyaara xuquuq bay leeyihiin talada dalkuna waa siyaasadda iyo xisaabta iyo doorashooyinka in la galo oo talada la wadaago hadii la waado muran iyo isqabsi iyo meel hoose ku noqonayna sidaa darteed qofna inaga duwimaayo labada sano labada doorasho inaanu qabanno oo kii dadku ay doortaan uu ina hoggaamiyo kii doorashada laga helaana uu miir qabo gabagabadii madasha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa shahaadooyinkii guddoonsiiyey ardaydii ka baxday jaamacadda culunta badda halka jaamacadda culunta baddina ay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland guddoonsiiyeen shahaado ay ku xardhan yihiin aqoonta iyo macluumaadka khayraadka badda ee jamhuuriyadda Soomaaliland Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland jaamacadda badda